Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة الكرام والآباء والأمهات، من الأمانات التي حملنا بها وأمرنا بأدائها سبحانه عز وجل حسن تربية الأولاد وتخلقهم بأخلاق الدين حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم وحتى نسعد بهم نحن في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قيل في تفسيرها علموا أهلكم الخير وأوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم أولادا كانوا ذكورا كانوا أو إناثا هم فتنة واختبار وامتحان لنا لينظر الله سبحانه وتعالى أحفظنا أم ضيعنا، أحققنا الأهداف أم أخفقنا. كما قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فأولادنا فتنة وامتحان لنا، بسببهم قد ندخل الجنة وبسببهم قد ندخل النار. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات أو ابنتان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن صحبتهن كن له سترا من النار. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وكما يضيع المرء من يعول بحبس القوت فقد يضيعهم أيضا بعدم التربية أو في العلم النافع أو في الطاعات والعبادات وفي العدل والنصح وغيرها. ومن ضيع أبناءه أصبح غاشا لهم، ومن غش رعية أولاده فمصيره إلى النار. فكما في الصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فيا من قصرت في تربية أولادك وبناتك أنت غاش لرعيتك، فاحذر من النار واحذر من القصاص أمام الله كل من ظلمتهم ولو كانوا أولادك، فيقول يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم الذي ضيعنا في الحياة الدنيا. فدور الأبوين مهم جدا في تحديد مسار الأولاد وخاصة في هذه البلاد.
وكما أنهما سببا في صلاحهم فهما سببا رئيسا في فسادهم. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا في زمانه: وكم ممن أشقى ولده وفلذت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عمته من قبل الآباء. صدق الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا الواقع والمشاهد في زماننا هذا، وهو الحاصل في كل زمان. أولاد هما شباب هذه الأمة الإسلامية، فإذا قصرنا في تربيتهم وأهملنا توجيه سلوكهم وأخلاقهم فقد عرضنا هذه الأمة للذل والهوان، وكنا سببا في ضياع الأجيال المسلمين، بل كنا سببا في أن ينتصر الباطل على الحق، وكنا سببا في الظلم، وكنا سببا أن يعلو الظلم على العدل. نعم، كل ذلك بسبب إهمالنا تربية أولادنا. أما إذا أحسننا أدبهم وربيناهم على خلق الإسلام كانوا جنود الله ودعاة لدين الله، وتنتشر رسالة الإسلام، فأنت أيها الآب المسلم وأيتها الأم المسلمة بتربيتك لأولادك وتربيتك لأولادك اليوم تصنع رجال الغد وأمهات المستقبل، وتكون سببا في نصرة هذا الدين، وأنت تحت التراب دفين، فتكتب لك الحسنات وتمحى عنك السيئات وترفع لك الدرجات وأنت في قبرك، لأنك كنت سببا في تربية هذا الابن البار الداعي إلى دين الإسلام وفي كل المجالات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع منه ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعمل ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والذرية الصالحة كانت أمنية الرسل جميعا ليكونوا جند من جنود الله في أرض الله، ويكونوا سببا في إعلاء كلمة الله لا إله إلا الله، ويكون لهم سببا دخول الجنة يوم نلقى الله. فعلى لسان سيدنا زكريا يقول سبحانه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعلى لسان سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل يقول سبحانه على لسان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وعلى لسان صفوة عباده الصالحين يقول سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: سمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. تربية الأولاد مسؤوليتنا جميعا، الآباء والأمهات والمساجد والجلية في هذا البلد، الكل يشارك في التربية. فالطفل حين يولد من بطن أمه يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، على فطرة الإيمان والطباع السوية. لكن من الذي يغير هذه الفطرة؟ ومن الذي يلوث هذا النقاء وهذا الطهر؟ فأقول: نحن البشر، نحن الذين نتعامل مع هذا الطفل، فنحول الإيمان كفر، والصدق كذب، والعدل ظلما وعدوانا، والعفة والحياء فحشا وخسرانا. والدليل على ذلك قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله
ولا تغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها كما في البخاري فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث الناس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة على كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جذعاء؟ معناتها البهيمة لما تولد ولدها يكون على أربعة أقدام وأذنين وعينين هكذا الولد عندما يولد. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نحن جميعا من آباء وأمهات بل والمجتمع كله نحن الذين نشكل شخصية أبنائنا ونحن الذين نغرس فيهم القيم والطباع والأخلاق طيبة كانت أم خبيثة. وما أجمل من قول من قال مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختارون فقالوا بدأت به ونحن مقلدون فخالف سيرك المعوج واعدل فإن إن عدلت معدلون أما تدري أبانا كل فرع يجري بالخطى من أدبوه وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. تربية الأبناء على الفطرة الإيمانية السلمية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأقول للتربية مجال شتى منها التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية والتربية النفسية والتربية الجسدية وغيرها. والمقصود بالتربية الإيمانية هي ربط الولد وهو صغير بأصول الإيمان وتعويده على أركان الدين وتعليمه مبادئ الشريعة الإسلامية. والتربية الإيمانية هي أساس كل خير. كان لابد أن يربى أبناؤنا على أن الله مطلع على خلقه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وفيه توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلابد أن يربى أبناؤنا على أن الذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يضر وينفع هو الله، وأنه سبحانه متفرد بالوحدانية فلا شارك له ولا ند له. وهذا لقمان الحكيم يربي ابنه تربية إيمانية. يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما ربى به لقمان ولده يا بني لا تشرك بالله. فمعرفة الله وتوحيد الله رأس كل خير وعليه تؤسس كل الأعمال. فهذا الذي نراه يذبح وينذر لغير الله ويطلب المدد والعون من غير الله أو يستغيث إذا أصابه ضر بغير الله، كل أولئك تربوا في صغارهم على غير توحيد الله. وقد رأينا بأعيننا وسمعنا بأذنينا من هذا المسجد في هذا المسجد من قال لأنه ذبح لغير الله وكان لا يعرف أن أمه قالت له هذا الكلام، غير أنه يستغيث. ولو وجدوا من يربيهم على التوحيد الخالص وعدم الإشراك بالله ما وقع منهم عمل أو قول يخالف عقيدة المؤمن ويشرك مع الله غير يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذا ربينا أولادنا على مراقبة الله وخشيته وأنه سبحانه قادر على كل شيء كما قال لقمان لولده يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هكذا نغرس في قلوب صغارنا أن الله معهم في كل مكان يسمع قولهم ويرى عملهم. نقرأ عليهم من سورة البلد ونشرح لهم الآيات ألم تعلم أن الله يرى. ومن التربية الإيمانية أن نربي أولادنا لحب الله ورسوله فنحكي لهم القصص التي تبين
تبين نعم الله وتفضله على عباده، فهو الذي أطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسنا من عري وأغنانا من فقر وعلمنا من جهل وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فهو واهب النعم ومستحق للشكر والحب والطاعة والعبادة. ومن التربية الإيمانية أن نربي أولادنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك استجابة وتنفيذا لقوله كما في البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده من والده وولده والناس أجمعين. ولكي ينشأ أولادنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعلم أولادنا سيرته وأخلاقه وغزواته وجهاده وصفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يتأسى الأطفال بها، وكذلك سير أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وحتى يرتبط الأبناء بتاريخ الأمة ويفخروا بها، لا كما وصل الآن حال أولادنا فهم لا يعرفون شيئا عن حال وأمجاد فهم لا يعرفون شيئا عن حال وأمجاد أمتهم. لكن إذا سألت أحدهم عن المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات واللاعبين فهم يحفظونها عن ظهر قلب، فهم نسوا الحق وتعلقوا بالباطل. يقول الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نعلم أبناءنا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلمه القرآن. ومن التربية الإيمانية أن نغرس في قلوب أبنائنا اللجوء إلى الله والاستعانة به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس وهو صغير التوجه إلى الله، كما في المسند إمام أحمد عن عبد الله بن عباس أنه حدثه عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ الله احفظ الله احفظ الله, احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام ليشب على التوحيد الخالص والإيمان الثابت. قال البخاري رحمه الله في باب تعليم الصبيان في القرآن: ثم ساق أثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول مفتخرا بما من الله عليه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. فكما غرسنا في قلوب أولادنا العقائد الإسلامية الصحيحة ومراقبة وحب الله ورسوله، أيضا من التربية الإيمانية للأولاد أن نعلمهم العبادات والصلاة والصوم والحج، فإذا أدى أولادنا العبادات شبوا عليها موصولين بربهم متمسكين بدينهم، فالصلاة وصيلة بين العبد وربه، ومن كان موصولا بربه شق على الشيطان أن يصل إلى قلبه ويفسد عليه عقيدته وعمله. يقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال: ومن التربية الإيمانية أن نعلم أولادنا القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما لمعانيه، فإذا نشأ أولادنا في رحاب القرآن كان لهم حرزا ووقاية من الوقوع في المعاصي والآثام ورفعة لدرجاتهم في الجنان. قال الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وإذا كنا نأمر أولادنا بأداء العبادات ونأمرهم ونعينهم على حفظ القرآن أو بعض السور وآياته، فلا بد لنا نحن الآباء والأمهات أن نكون قدوة لهم. فلا يعقل أن تأمر ولدك بالصلاة وأنت لا تصلي، أو تدربه على الصوم وأنت لا تصوم، أو تحفزه على حفظ القرآن وأنت بعيد عن القرآن، أو تأمره بمكارم الأخلاق وأنت سيء الأخلاق. فإذا رأى ولدك فيك هذا التناقض
بين أقوالك وأفعالك فلن يستجيب لأمرك ولن يحترم قولك، بل سوف تكون أنت سببا في ضياعه وسوء أخلاقه، لأنك كنت تأمره بالخير ولا تأتيه، وتنهى عن المعاصي وتأتيها. لذلك كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة من خالف قوله عمله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاها، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومن قيم الأخلاق التي نغرسها في قلوب أولادنا منذ الصغر الصدق والأمانة والكرم والإيثار وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار، ومكارم الأخلاق الفضيلة واحترام الكبير والعطف على الصغير وحب الآخرين. ونعلم أو نشجع أبناؤنا أن يشاركوا مع المنظمات أو الإغاثات الخيرية، وأهمية العمل الخير والعطف على اليتامى والمساكين وإغاثة المنكوبين. وعلينا أيضا أن ننزه ألسنتهم عن الشتائم والسباب، ونحذرهم من الكذب والسرقة والميوع والانحلال وكل ما يحط بالمروءة والشرف والعفة، كما قال تعالى: على لسان لقمان الحكيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كما يدرب على أداب الطعام، ففي الحديث المتفق عليه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا التأديب في الصغر هو التأديب لليونة الشخصية الأطفال وقبليتها الجيدة لتشكل خلافا للكبار. قد يبلغ الأدب الأطفال في الصغر وليس ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا ينين إذا قومته الخشب. ومنها أن نبحث للأصدقاء أو الصحبة الصالحة لأولادنا. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تتباع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إخواني الكرام، ومع عناية الوالد بهذه الأمور العظيمة في تأديب لأبنائه وتوجيه لأولاده، فعليه أن لا يعلق قلبه بهذه الأسباب، وأن يفوض أمره إلى الله متوكلا عليه، معتمدا عليه، راجيا منه وحده جل في علاه أن يصلح له أولاده وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. ومن هذه الخطوات الدعاء للأولاد بالصلاح والهداية والخير، فهذا هو خليل إبراهيم عليه السلام: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال أيضا: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ودعاء الوالد لولده من دعاء المستجاب الذي يرجى أن يتحقق بإذن الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. يعلل المنوي رحمه الله سبب استجابة دعاء الوالد لولده لأنه صحيح الشفقة عليه، كثير الإثارة له على نفسه لما صحت شفقته استجابة دعوته ولم يذكر الوالد.
مع أن أكدية حقها تؤذن بأقربية دعائها إلى الإجابة من الولد، لأنه معلوم بالأولى، فدعوة الولد مستجابة سواء لأولاده أو عليهم. ففي رواية أخرى: ودعوة الوالد على ولده، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة عن دعاء على الأولاد، فقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. أيها المؤمنون، ولنعلم في هذا المقام أن الوالد إذا وفق في هذا الباب، باب تربية الأبناء وتوجيهها، وصبر على ذلك ومن الله عليه بصلاح أبنائه، فإنه يترتب على هذا الصلاح وعلى التربية والتأديب والإثارة الحميدة والعوائد المباركة التي يجنيها الولد في دنياه وفي قبره ويوم القيامة، ويوم القيامة يوم يقول الله تبارك وتعالى: أمورا لا حصر لها، ألا فلنتق الله في أولادنا، ونراقبه جل في علاه في أبنائنا، وننح عليه بالدعاء أن يصلحهم ويهديهم وأن يسددهم ويجنبهم مسالك الردى والفساد، ونعني بحسن تأديبهم وجميل توجيههم وحسن رعايتهم. Our khutbah today covered the issue of raising kids and the importance of doing this in Islam. We should remember that first Allah Jalla Sha'nuh and His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam made the issue of raising our kids open good very important for the parent, and second, teaching them their religion. Third, being their friend, because you must lead by example. And fourth, make dua for them to be righteous. هذا وصلوا وسلموا على من بعثكم رحمة من بعثه رحمة للعالمين. فقد قال سبحانه عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم ذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم نسألك في هذا اليوم وفي هذه الساعة أن تصلح لنا أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اصلح ذريتنا، اللهم اصلح ذريتنا، اللهم اصلح ذريتنا، اللهم اجعلهم مقيمين الصلاة، اللهم اجعلهم مقيمين الصلاة، اللهم احفظهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغرس في قلوبهم الإيمان وتوحيدك يا رب العالمين، اللهم اجعلهم بارين، اللهم اجعلهم بارين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. رب اغفر لي رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يستجب لكم إنه الغفور الرحيم. أقم الصلاة.